Şimdi طويل كاريكاتير في افريقيا. هذه السنه كان السنه الدور الثالثه لخدمه الاطفال في الشارع. بالنسبه للمهرجان فهو تقدمه جريده طوارئ اسوسياسيون واز جمعيه واز وجريده القناه الاساسيه بتعاون هذه السنه دخل معنا المرصد الوطني للطفل لان الموضوع كان هو اطفال في وضعيه الشارع. شنو الهدف؟ الهدف هو اصلاح هو بحال اللي كنحطوا بحال اللي كننبهوا الناس وكان او كان كنحطوا دي بروجيكتور على هذا لو فليو لانه ماشي لانه فليو راه خطير جدا هاد الاطفال اللي كيكونوا في وضعيه الشارع راه من بعد كيخلقوا مشاكل كثير في المجتمع. حنا حاولنا هذا الموضوع عطينا الرسام العالميين كلهم شاركوا حوالي 68 دوله اللي شاركت معنا هذه كدول تقريبا رسامين واحد 700 ولا 800 رسام اللي شاركوا في العالم كلهم. كانت هناك مسابقه نشجعنا باش نديروا مسابقه باش الناس يجتهدوا باش يعطيونا حلول لهذا الفليو هذا الظاهره اللي ولات مكتسحه ماشي غير المغرب ولكن حتى في الدول الافريقيه. وحنا خدينا عاطفنا افريقيا وعطينا اسم المهرجان ديالنا اللي هو مهرجان الدولي للكركتي في افريقيا باش نعالجوا مواضيع افريقيه ماشي غير المغرب. المغرب بالله هو جزء من افريقيا. كان هذاك الشغل غير يعني محصور على كبير وانما حاولنا ان كان في ليس سلون فروزي انه بغي يرتي زيد بما لا اوسيان الذي يعني قادم تبارك ان شاء الله اتنا ويس تانودات غير كذا اي توسع وكلنا اكادير كهير البلاصه اللي غنصير عمودي باش الا كيس يرسل المغرب كله دوار العالم كله ان شاء الله.